الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، معي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتور أشرف، مساء الخير. هذا الخطر ليس بجديد، في الآونة الأخيرة ما نشهده على بالعالم الافتراضي هو ما يحدث في عالمنا. ميتو وهاشتاج أنا أيضا. أولا الله يعطيك العافية ومساء الخير لكم. أهلا وسهلا. واحد من كل عشرة، يعني أربعة من كل عشرة من مستخدمي الإنترنت يتعرضوا إلى مضايقات وتحرشات، وخصوصا إذا على وسائل التواصل الاجتماعي. مجموعة من المحامين الأمريكان مع مجموعة بالإضافة إلى اللي تفضلت فيه ضغط على شركة فيسبوك، وكانت من نتائج أنه أعلنوا قبل يومين عن وجود خاصيتين، عن إضافة خاصيتين جديدات إلى تطبيق الفيسبوك الموجود. الخاصية الأولى اللي هو إمكانية حذف الحسابات الوهمية إذا في حتى في نفس اليوم، وإذا عرفنا أنه يوجد أكثر من 83 مليون حساب وهمي على الإنترنت، بالإضافة إلى خاصية الحسابات المكررة، بحيث أنه في بعض الأشخاص بيتم المضايقة بعد ما بيتعرض للمضايقة فبيعملوا بلوك أو حظر للحساب فبينشئوا حساب آخر. فهذه كانت مشكلة كبيرة. الآن فيسبوك قدمت التطبيق أو الخاصية الجديدة بحيث تمنع أي شخص حتى من إنشاء حساب آخر من خلال التعرف على البيهيفير تبعه والآي بي أدرس ومجموعة كثيرة من العوامل. الخاصية الثانية التي أضافتها فيسبوك هي خاصية إمكانية الاطلاع على المسج وقراءة المسج ودون علم الشخص المرسل للمسج أنه تمت قراءته، وإمكانية بدون الحظر أنه نخفي هذه المسج. ماذا يؤثر هذا في موضوع التحرش بأنه أن أخفي على من أرسل هذه الرسالة بإني قرأتها؟ بشكل أساسي كان الهدف منها طبعا قاموا بإضافة هذه الخاصية بناء على دراسات مع مجموعة من أكثر من 150 من الخبراء، باعتقادهم انه ممكن انه هذا انه اعرف انه اقرا المسج ممكن اذا فيها تهديد او فيها اي نوع من المضايقه انه اتصرف بدون علمه او اقدر ابلغ عنه بدون علمه او معرفته باني قرات هذه المسج. الان بدي احكي لك انه ارتفعت عدد الحسابات خصوصا في الفتره الاخيره، السنه يعني في 1/11/2017 كان ارتفعت عدد الحسابات المكررة من 8.6% على الفيسبوك إلى 10%، فإحنا بنحكي تقريبا عن أكثر من 120 مليون حساب مكرر. بالإضافة إلى الحسابات اللي هي الحسابات الوهمية اللي أصلا تقدر ب 83 مليون، فالأرقام كبيرة جدا، فبتشكل ضغط كبير على فيسبوك لإثبات مصداقيته من أجل مقاومة التحرش، من أجل مقاومة المضايقات اللي بتتم للصحفيين أيضا. يعني الحساب المكرر باختصار سيتم تجديد فتح حساب آخر لتخفيف خطورة الكم الكبير من الحسابات المكررة دكتور أشرف؟ بالضبط، وسيتم حذفه في حسب تصريح فيسبوك سيتم حذفه بنسبة عالية جدا في نفس اليوم إذا تم إنشاء أي حساب مكرر. وبدك تعرفي انه مثلا الصحفيين خصوصا عم بيتعرضوا الى مضايقات كبيره، 85% من الصحافه الان موجوده على الفيسبوك، يليها بعدين تويتر. فالتحرش اللي بيتم كمان النساء، وهذا ومصداقيه فيسبوك تعتمد بشكل كبير على مدى رضا المستخدمين. نعم. ومنع هكذا تصرفات. انا اشكرك جزيلا على مشاركتك معنا دكتور أشرف بني محمد، خبير تقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية.